السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. الحمد لله، بعثة النادي الأهلي وصلت تنزانيا بإذن الله، وإن شاء الله هيرتاحوا النهاردة وهيبدأوا التدريب بكرة يوم واحد، وإن شاء الله الماتش يوم 29 يوم الجمعة الساعة 8 بتوقيت القاهرة. كل التوفيق للنادي الأهلي، وربنا كريم إن شاء الله ويستر اللعيبة اللي جاية مجهدة من المنتخب. لعبة 180 دقيقة لعيبة الأهلي كلهم، فاللعيبة يعني مفروض كولر يلعب بقى معاهم على الدور النفسي بقى وبتاع، عشان نعدي المرحلة بتاع الدور الذهاب دي ونرجع بنتيجة إيجابية بإذن الله. الماتش ان شاء الله الساعة 8 يوم الجمعة بإذن الله. احمد عبد القادر في القايمة مع اللي سافروا، يعني وعد كولر لما وعده وقال له الايام اللي جاية هتاخد فرص ويا ريت تستغلها. دي فرصة احمد عبد القادر بقى ان هو يستغل الفرص مع كولر ويقدم نفسه بشكل جديد ويرجع احمد عبد القادر اللي احنا عارفينه. كولر بلغ لجنة التخطيط ان هو مش عايز محمد الضو كريستو واليو ديانج في الفترة اللي جاية. مش معنى ان هو مش عايزهم، قال لك لا مش عايزهم الفترة اللي جاية، يعني لو يطلعوا عارة يطلعوا حاجة وبعد كده ايه نشوف الدنيا هتعمل ايه. تمام، ده اللي يخص النادي الاهلي. بعثة الاهلي ان شاء الله كلها تمام والحمد لله، وبإذن الله الاهلي يرجع بنتيجة ايجابية بإذن الله. نروح بقى للمنتخب. احنا على فكرة الماتش كان امبارح، وانا دايما بعد كل ماتش سواء للاهلي للمنتخب بنطلع نعمل لايف بعد الماتش. انا مرضيتش اطلع امبارح، قلت مش هنعمل لايفات امبارح، لان بصراحة كله كان متضايق وكله غضبان، وده انعكس وكلكم شفتوه في الجماهير اللي كانت ما شاء الله مالية الاستاد، ولحظة ما المنتخب اتهزم الهزيمة الجامدة دي الجماهير كلها اترتبت واحد ورا واحد. حتى في الاحتفال بتاع كرواتيا وهما بيستلموا الكاس كانت المدرجات خاوية كلها، مفيش الا شوية الجماهير بتوع المنتخب الكرواتي. بصراحة يا جماعة عشان نكون صرحة ونكون واضحين مع بعض في الكلام، في فرق جامد، في فرق جامد جدا جدا جدا. الماتيريال مختلف نهائي بصراحة. لعيبة الكورة بتختلف، يعني بص اللعيبة بتاعت كرواتيا وبص اللعيبة بتاعت المنتخب المصري. انا مش بقلل من المنتخب المصري لا، بس دي امكانيات، لازم نعترف ان دي امكانياتنا عشان نقدر نبقى زيهم. لازم تنزل على الارض وتسيبنا من الروح والاوهام والاحلام اللي احنا عايشين فيها، ونعرف احنا واقفين فين عشان تعرف تمشي لقدام. بالمنظر اللي احنا شفناه امبارح ده فرق كبير جدا 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 جدا. بص للكوره وهي في رجلين فريق كرواتيا، وبص للكوره وهي في رجلين الفريق المصري. الكوره لما بتروح للفريق الكرواتي تحس بنغم كده، بمتعه وهما بيلعبوا، والناس اللي بتضحك على بعضها وعلى نفسها وتقول لك ايه احنا بعد جول رامي ربيعه لو كره مصطفى محمد جت كان مش عارف حصل ايه. الكلام ده مش صح خالص. كره مصطفى محمد دي لو دخلت كانت الهزيمه امبارح بدل ما هي 4 كانت ممكن تبقى 8 و9. يا عم صدق اللي انا بقول لك عليه. الناس دي كانت بتلعبنا من الاخر امبارح، يعني شفت الواحد بيقول لك ايه انا بلعبك على قدك، لكن ساعة ما هتعمل فيها عنتر هتلاقيني صحيت لك على طول. هم اول ما الاهلي ما المنتخب هاجم ولعبوا كورة بجد، مع ان برضو ما لعبوش 100%، كانوا بينقلوا الكرة على الواقف. اللي كان يغيظك في ده كله بقى ان بعد الجون الاولاني بتاعهم والطريقه اللي دخلت بيه الجون بقوا يشوطوا من اي حته، عرفوا ان الجون بتاعنا فاضي. ابو جبل كان بيلعب معاهم كره من اي حته بتتشاط بتخش جون، عاليه تخش، ارض تخش، على الجنب ده تخش، على الشمال تخش. ما كانش في حارس مرمى امبارح، يعني
مش عارف ابو جبل كان ايه اللي حاصل له امبارح، الظهر عليه فطر عدس، فالموضوع امبارح كان صعب جدا على الجمهور المصري كله. فمش عايزين بقى نقعد نقول ايه كابتن حسام والناس دي لسه ماسكه المنتخب بقى لها 20 يوم ولا حاجه، هو المعسكر، والكابتن حسام حسن عمل معسكر 18 يوم، يعني هو كان المعسكر 12 يوم عمله 18، امال لو عمله 12 بقى كنا اتغلبنا 12. ف يا ريت الكابتن حسام بقى يحط ايده على الاخطاء، ويحط ايده ازاي يعني نخرج من اللي احنا فيه ده، ويشوف الاخطاء بتاعت المنتخب ايه ويبدا يصلحها. هو كل اللي قاله، كل اللي عمله الكابتن حسام حسن من ساعه ما تولى المنتخب تصريحات، احنا شغالين تصريحات، فاحنا عايزين نسيبنا من التصريحات ونشتغل، عايزين حاجه ملموسه. في الماتش اللي فات قلنا يا جماعه ده ماتش الترتيب بيننا وبينه، يعني انت ال 36 هم ال 110 ولا مش عارف ال 115، الفريق اللي انت غلبته 1-0 لما امام عاشور اتصاب ده، فقلنا مش ده يعني المستوى اللي يظهر قوه المنتخب، ده انت غلبه 1-0 بضرب الجزاء وكان هيتعادل، يعني ما كانش فيه اختبار من الاخر. اهو اول ما احتكيت بفريق بيلعب كوره الدنيا اتكشفت وبانت، الدنيا اتكشفت وبانت. انا كنت شايف اللعيبه المصريه، يعني اللعيب واقف مش عارف هو واقف فين، تحس انه تايه، كره تتلعب كورنر تخش، كره ثابته تخش. فالموضوع امبارح كانت الدنيا سايحه خالص في المنتخب المصري، لعيبه كتير قوي ما تستحقش تبقى في المنتخب المصري عشان نكون واضحين. والكابتن حسام في التصريح بعد المباراه قال لك اصل احنا برضو عندنا غيابات. طب قول لنا الغيابات يا كابتن. قال لك الغيابات زيزو، امام عاشور اتصاب، الكابتن محمد الشناوي، كابتن رمضان صبحي. طب هو ايه الكابتن محمد صلاح مش معانا؟ تمام. وبرضه يروح رامي كلمه يقول لك ايه، يعني في لعيبه مصابه وفي لعيبه مش مصابه ما جاتش، يعني احنا شغالين بس هنسميه منتخب الرسائل، هنفضل نبعت لبعض رسائل بس كده. ومنزل لي شلبي ده بتاع الزمالك، ها، بفالنه نمره 10، وفالنه نمره 10 دي بتاعت كابتن محمد صلاح. طب يعني محمد صلاح ايه الرساله اللي انت بتوجهها لكده؟ وايه الرساله ان انت مثلا تذكر محمد صلاح من غير ما تقول اسمه؟ وايه الرساله انك تقول كل اللعيبه اللي غايبه وما تقولش محمد صلاح؟ فاحنا هنفضل في الهري ده لحد امتى؟ الهري ده على حساب مين؟ على حساب منتخب مصر. يا تروحوا تحلوا مشاكلكم بعيد عن المنتخب، يا تقعدوا مع بعض وتحلوا المشكله وتشوفوا هتعملوا ايه في الايام الجايه، لان احنا داخلين على اسهل كاس عالم جاي ان احنا نوصل. بالشكل ده كده والله ممكن ما نوصلش. يعني عايزين يا جماعه نقعد كده والمشاكل تتحل بطريقه او باخرى. سياده الوزير بقى يقعد محمد صلاح يجيبه، تقعد انت معاه، تسافر له زي ما كان عايزك تسافر له، المهم تحلوا مشاكلكم بقى، انتوا ناس عالميين زي بعض، حلوا مشاكلكم بعيده عن المنتخب. عايزين ناس في المنتخب، عايزين مدير فني، وعايزين لعيبة تقوم بالدور الوطني في المنتخب. هي دي القصة وهي دي الحدوتة، وياريت الأيام الجاية نشوف منتخب مصر أفضل من كده. كابتن حسام حسن مشهور إن هو بيطلع لعيبة دايما بيجيب لعيبة من القاع ويطلعها. ماشي يا كابتن الكلام ده بس في الأندية، لكن مش في المنتخبات. يعني انت جايب لي لعيبة، انت كان في الاخر عايزين، عايز تحط حاجة تقول للناس بيها انا جبت اللعيبة اللي ما كانتش أندية أنديتها بتلعبها ولعبتها في منتخب مصر وكسبت بيها. بس ده طبعا ده ممكن يحصل في نادي لكن ما يحصلش في منتخب. يعني انت جبت اكرم توفيق، اكرم ما كانش بيلعب مع الاهلي اصلا، اكرم لسه راجع من اصابه،
كوكا مصاب واخده، شلبي بتاع الزمالك مصاب واخده، فتوح كان راجع من اصاب واخده. فانت كميه اللعيبه اللي انت واخدها وما كانتش بتلعب ولا بتلمس كوره بقالها فتره واخدها وعايز تشركها، طب ده ازاي؟ مين اللي هيحاسب عليه الكلام ده؟ المنتخب حاسب عليه بنتيجه تقيله زي دي. احنا فيتوريا كنا عمالين ندوس عليه عشان اتغلب 6 في 3 نقط، دخل فينا 6 جوان في 3 ماتشات تعادلات، احنا في ماتش واخد دخل فينا 4 جوان في ماتش واحد، وتبص تلاقي الجونين اللي جايين جايبينهم باكات، رامي ربيعه وعبد المنعم من عرضيه محمد هاني. فالموضوع لا في تكتيك ولا في اي تنظيم ولا اي شغل ولا اي حاجه، عشان ما حدش يقول لك ايه احنا في المعسكر كنا بنشتغل والشغل بان. مفيش شغل، مش باين اي شغل ولا اي حاجه بانت. حتى المحترفين بتوعك ما كانش برضو كانوش على المستوى، هو تريزيجيه يا دوبك. فيا ريت يا كابتن حسام الايام اللي جايه دي انت لسه ماسك المنتخب ومحدش هيحاسبك لسه دلوقتي على اي حاجه، بس احنا بنتكلم في موضوع التصريحات ها اللي بينك وبين محمد صلاح واللي بيحاسب في الاخر المنتخب. فانتوا يا جماعه تقعدوا تحلوا مشاكلكم، يا محمد صلاح بقى يطلع يقول لك انا مش جاي المنتخب، يا انتوا ما تستدعوهوش، يا تشوفوا هتعملوا ايه عشان نحل القصه دي ونسيبنا من ايه من الرسائل اللي احنا عمالين نبعتها لبعض دي. خلاص كده موضوع المنتخب ونقفله، وان شاء الله على التوقف الدولي الجاي تكون الدنيا بقت كويسة. النادي الاهلي قال لك انا لاعبتي اتبهدلت في المنتخب في المعسكر اللي فات ده، انا اتأجل لي ماتش بتاع انبي كان مفروض ما يتأجلش اللي هو يوم 15 عشان الكابتن حسام عايز اللعبة من يوم 12، وبعد كده حصل اتفاق مع الكابتن حسام حسن اللعبة ترتاح وما ارتاحتش، فاحنا كده خدنا قرار ان اللعيبه بتاعه اللعيبه الدوليه بتاعه النادي الاهلي تحت امر المنتخب في اطار الاجنده الدوليه. يعني الاجنده هتبدا من يوم 1 ليوم 10، اللعيبه تروح من يوم 1 ليوم 10. لكن شغل معلش بقى احنا عايزين نبدا المعسكر بدري شويه والكلام دوت، لا خلاص شكرا كان فيه خلص. ده اداره النادي اللي قالت كده، كان فيه وخلص. يعني مفيش مدير فني للمنتخب ايا كان هو مين يجي قبل ميعاد الاجنده الدوليه يقول لي انا عايز لعيب ما عندناش. تمام، هو ده اللي الاهلي هيعمله ويا ريت ينفذه، لان الاهلي عند المنتخب عاطفي شويه، لكن لازم ينفذ الكلام ده. مش كل واحد يجي يقول لك بقى انا عايز ايه ابدا معسكر قبلها ب 20 يوم ونأجل ماتش، يقول لك الاهلي بيتاجل له. طب ما الاهلي بيتاجل له، ما هو كلام قدامكم اهو، المدير الفني اللي اجل ماتش والماتش الثاني بتاع فيوتشر الاتحاد الافريقي اللي اجله باختلاف المواعيد، عندكم الزمالك كان المفروض يلعب الماتش ما لعبتهوش رحتم اجلينه له. فهي الدنيا ماشيه كده هنا. تمام، كل التوفيق للنادي الاهلي والمنتخب مصر، وان شاء الله اللي جاي افضل. حسين الشحات والشيبي، النادي الاهلي خلاص نوى ان اتحاد الكوره ما خدش قرار مع الشيبي في لجنه الانضباط، الاتحاد الكوره استدعاه قدام لجنه الانضباط ما حضرش، ولحد دلوقتي كله نام نمنا ومحدش جاب سيره. فدلوقتي القضيه متحدده يوم 18 الشهر الجاي، فالاهلي قال لك اتحاد الكوره ما اتحركش انا هلجأ للفيفا. احنا بنقول لاتحاد الكرة عشان نبقى احنا واخدين الامور القانونية خطوة خطوة، ادينا بنناشد اتحاد الكرة وبعد كده الاهلي هيصعد للفيفا، والاهلي لو صعد للفيفا هيتأذي فيها الشيبي وهيتأذي فيها بيراميدز وممكن يتحل فيها اتحاد الكرة نفسه. تمام، دي كانت اخبارنا النهاردة،
وان شاء الله باذن الله في الفيديوهات النهارده نقول كل اخبار الاهلي الحصريه باذن الله. بعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. سلام عليكم.